الشائع ان سرطان الثدي بيجي للسيدات فقط، ولكن دي معلومه خاطئه، هو بيجي كمان للرجاله صحيح بنسبه 1% تقريبا، لا تتعدى النسبه عن 1%، بس لما بيجي للرجاله كمان بيجي اخطر من ما بيجي للسيدات. النهارده معايا قصه ملهمه جدا الاستاذ ربيع يحكي لنا عنها وتعافيه من مرض السرطان. ازاي حضرتك استاذ ربيع؟ الله يحفظك، الله يبارك فيك، منور الدنيا، تعيش يا فندم. حضرتك من متعافي ومحاربي وابطال مرض السرطان، مش كده؟ الله يحفظك. للرجال، سرطان الثدي للرجال بالخصوص. على الاخص تمام، الله يحفظك. هي بس في حته انا عندي تحفظ على كلمه تعافي. تعافي يعني انا معروف ان الكانسر لما بيجي لاي مريض اي نوع من انواع السرطانات هو باتباعه للبرنامج العلاجي بتاعه، سواء كان كيماوي او اشعاعي او هرموني، بياخد العلاج ده لمدة 5 سنين 6 سنين حسب ما تقرر إليه من السادة الأطباء. بعد ما بيخلص كل العلاجات بتاعته ديت وبيعمل فحص بيتأكد من خلاله أن الحمد لله قد تعافى. صح، ده في كل أنواع السرطانات إلا سرطان الثدي. ليه بقى؟ قال أن سرطان الثدي أن الواحد لما ياخد، يعني أنا خدت كيماوي وخدت هرمون وقعدت أتعالج لمدة 6 سنوات. بعد ما خلصت 6 سنوات وتوقفت عن الدواء، طبعا بتابع كل 3 شهور حسب تعليمات الدكاتره، لكن ما اعتبرش طبعا ان هو ما رجعش تاني، لكن انا ما اعتبرش سرطان الثدي متعافي كامل. ليه بقى؟ لانه هو بيخرج اصلا بعاهه ونسبه صلاحيه في دراعه اللي هو اتشال منه الغدد الليمفاويه بنسبه معينه. يعني نفترض ان انا شاب صغير عنده 40 سنه داخل في 70، لكن شاب عنده 40 سنه او مثلا واحده ست بالذات عندها 45 سنه او 40 سنه وكانت بتمتهن مهنه معينه بايديها الاثنين، ليها علاقه بالايد، بايديها الاثنين، هل بعد ما بتخلص العلاج وترجع لشغلها هترجع بنفس الكفاءه؟ لا. ليه؟ لان دراعها اللي هي شالت منه الغدد الليمفاويه عليه محاذير كتير جدا جدا جدا. اولا ممنوع تشيل بيه حاجه تقيله، ممنوع ان الدراع ده يتشك، ممنوع ان هو يتلسع، ممنوع ان هو يتخبط، ممنوع ان هو اي حاجه فيه. ليه؟ لان الخطا الاول في الدراع ده هو الخطأ الأخير بالنسبة لها أو بالنسبة له بعد الشر، يعني معلش ده خطر فعلا. ليه؟ لأن ما بيحصل خبطة للدراع أو لسع للدراع أو حد شك فيه أو خد حد عينة منه في الدراع، هنا ما فيش غدد ليمفاوية تحت الإبط عشان تعمل فلترة للدراع ده. بالتالي بيحصل حاجة زي كيمو ليموفية في الدراع، بيورم الدراع ويزرق، أصبح بقى خارج الخدمة تماما. زاد عليه الموضوع بقى ومالوش علاج. بالمناسبة ان هذا الامر، وده كلام الدكاترة، انا مش دكتور لكن انا مريض ومجرب ودخل حضرتك، ملوش علاج نهائي. فلذلك هو بيبقى خارج ماشي وخايف على دراعه ده. صح، يبقى منين بقى ما هو متعافي ومتعافي كامل؟ هو متعافي جزئيا يعني، او متعافي من المرض نفسه بس. لا، مش هو متعافي من العلاج، من الاعاقه، لكن هي ده سببها علاج. هو ماشي بقى شايل دراعه حافظ عليه وخبز لحد ما ربنا يسر لنا الامر، بان يعني تفتق ذهن الدكتوره مها نور هي رئيسه جمعيه سحر الحياه انها اخترعت حاجه اسمها الاسوره. الاسوره ديت الاسوره ديت حضرتك اهي، لو ينفع ترفعها شويه. هرفعها الناس تشوفها. هي دي مش اسوره للاكسسوار ولا اسوره للشياكه، هي ليها هدف دلوقتي استاذ ربيع هيحكي لنا عنه. ودي اهي حضرتك اهي، دي اسورتين. انا معلق الاسورتين، واحده منام بيها واعيش بيها على طول، والثانيه لما اجي اخرج بيها في الشارع عشان تحذر الناس. بس هم المشكله ان انا شايل روحي على دراعي، فاي خبطه فيه، اصابه فيه، وجع فيه، اي حاجه فيه خلاص يبقى هيورم ويزرق وملوش علاج، يبقى باتري، يبقى خلصت. بس الصوره اللي احنا شايفينها دي هي بمثابه تحذير للدكاتره او لاي شخص بيتعامل مع استاذ ربيع او مع اي متعافي من مرض سرطان الثدي. ست او راجل هي يعني محتاجين احنا نوعي عنها اكتر، لانه انت حكيت لي قبل الهوا عن حاجات حصلت لك في مستشفيات او مضايقات كمان بسبب الصوره دي، ممكن تحكي لنا عنها عشان الناس تفهم اكتر. يعني تخيل ان حضرتك لما انا اكون ماشي في المجتمع العادي
وراجل كبير كده وبعدين حد يشوفني وبعدين يقول لي يعني الشيخ احمد يشوفني بالاسوره يقول لي انت ايه اللي معلقه ده انت ايه اللي هو مش واخد باله ان انا طبعا حتى سيدني انا مش في بعض الاخوه بيعلقوا الحاجات ديت لظروف مرضيه تانية او لتخسيس او لحاجه لكن انا معلق دي كتحذير ان حضرتك مالكش دعوه بالدراع دوت وحاول انك تساعدني لان انا كمان مناعتي ضعيفه صح. اما اجي اقف في طابور مفيش اثاره عند الناس ان هو مثلا يقدم لي ده في المجتمع العادي لكن الاخطر بقى لما ادخل اعمل تحليل عينات وبعدين ادي دراعي الشمال اللي هو سليم عشان للاخ الفاضل المحترم ياخد عينه دم مني عشان التحاليل يقوم العرق يغيب من يقول لي هات دراعك التاني يا استاذ انا خد بالك ده انا معلق اسوره يعني ايه الاسوره دي مفيش مفيش وبعدين بمنتهى البساطه يقول لك ايه ده شك انا هاخد عين الدم بس ده دكتور كمان اللي بيقول لا ده معمل اوكي المفروض هو متخصص اللي انا اقصد من الحته ديت ان مفيش توعيه او تذكير للساده الاطباء او الدكاتره في المستشفى افرض انا مغمى عليا او عندي مثلا حاله ودخلت فيها الطوارئ وانت عايز تديني حقنه في صح. الطوارئ ما تشدش دراعي اللي هو ده وتديني في حقنه يبقى انت موتني دي لا بعد الشر عنك طبعا هي حاجه ضروريه جدا واحنا محتاجين احنا نشوفها تاني حضرتك لو تقدر تثبت ايدك للحظات بس جنب وش حضرتك نشوفها هي دي الاسوره دي اسمها ايه طيب عايز لا هي اسوره ذراعي خط احمر لمرضى الثدي بالذات يعني هي معموله لمرضى الثدي بس فقط وهي معلش انا بقول الكلام دوت لاني انا بيصعب عليا ان انا بروح الجمعيه وبشوف الفضليات من السيدات لانه كسر يعني انا من جمعيه ضخمه جدا ما فيهاش يمكن 4 رجاله بس لان زي ما انت عارف حضرتك ان من واحد من كل 100 بيمرض بالمرض ده صح. لكن اللي بينجى منه بقى قليل جدا لانه كله بيقع في السكه لانه هو راجل شغال سواق شغال حداد شغال اي حاجه فعرضه ان هو اول حاجه بيخطا الخطا بيبقى الخطا الاخير يعني هو الاول في حياته بيبقى الاخير في حياته ايوه فطول ما انت محافظ على دراعك انت محافظ على حياتك وكل شيء بامر الله صحيح صح. لكن الاخطر بقى طبعا في كتره في السيدات لان نسبه السيدات عاليه واحده من 7 واحده من 10 بتمرض بالمرض ده فعددهم كتير جدا جدا دلوقتي بقى في حملات اللي هي الكشف المبكر طبعا بننوه عنها يا ريت كل السيدات والبنات يروحوا يعملوا كده وكمان الرجال لان هو معانا مثال الاستاذ ربيع